بتكليف من رئيس الوزراء قام اتحاد الغرف التجارية وغرف الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعة بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية. ليه؟ عشان يعملوا حصر لرصيد الخامات ومستلزمات الانتاج بالمصانع. دي كده الأولوية، خامات ومستلزمات انتاج بالمصانع، عشان اصنع فابدأ اغطي السوق محلي. والله قدرت احقق فوائد قابلة للتصدير 100 فل، يبقى كده أولوية. اتنين، السلع الأساسية اللي أنا مضطر أستوردها. لتحديد الأولويات بقى بتاعت الإفراج من المواني، بكده نحاول نضمن توافر رصيد كامل يكفي شهرين على الأقل للمصانع، مش للأكل والشرب. أكلك وشربك بإذن الله مضمون 6-7 أشهر بإذن الله، ده على أقل تقدير. إحنا هنا بنتكلم على مستلزمات الإنتاج بتاعة المصانع على الأقل 2 شهر، بحيث إنه على الأقل دي المصانع مش بتشتغل باللي هو إيه، بالنذر القليل، لأ، هتشتغل بكامل طاقتها، فيحصل زيادة من المعروض يحقق الوفرة. فإن وجدت الوفرة معناها إيه؟ أي بص، 1-on-1 اقتصاد، مبادئ علم الاقتصاد، عرض وطلب، صح؟ طيب لو المعروض كتير ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ يتوازن مع الطلب فالسعر يستقر ويهدى. طيب لو المعروض قليل والطلب كتير ايه اللي يحصل؟ معروض قليل طلب كتير، هتلاقي الأسعار عالية. طيب لو المعروض كتير والطلب قليل، هتلاقي الأسعار قاعدة عمالة بتقع لتحت. طيب الهدف بتاعنا القصير دلوقتي ان احنا نخلق حالة استقرار سعري، يعني احقق وفرة تتوازن، عرض يتوازن مع الطلب ويتوازن معاه، فيحصل توازي وتوازن شويتين، ونبدأ نحقق يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى وفرة كافية تغطي المطلوب، وبعدين نشوف بقى هنشتغل ازاي على موضوع التصدير. طيب اللي بيحصل ده عايزينه يبقى متكامل مع حاجة اسمها الرصيد الاستراتيجي للدولة، اللي هو زي ما كنت بقول لكم تقريبا 6 شهور للسلع الأساسية والتموينية. طيب مين اللي قال الكلام ده يوسف؟ يعني ده كلام من عندك؟ لا والله، ده الكلام بتاع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية دكتور علاء عز، هو بذات نفسه زي ما يقول لك كده بعظمة لسانه، هو لسانه ما فيهوش عظمة أصلا، شوف احنا جبناها منين دي. أكد توالي الإفراج عن السلع من مختلف المواني اللي في عموم الجمهورية، وشهد رئيس الوزراء خروج البضائع من ميناء اسكندرية على سبيل المثال لسه يوم السبت أول امبارح، وقال ما نصه دي صورة متكررة للي بيحصل في كل المواني المصرية، خرجت في نفس اليوم شحنات رز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف، ده كان من مين الدمياط على سبيل المثال، وزيوت من مواني الأدبية والسخنة، وخامات ومستلزمات إنتاج من كافة المواني المصرية. الأمين العام للاتحاد بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة ده تم الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت في الأسبوع الأخير من ديسمبر اللي لسه بقاله يومين ده 1.25 مليار، تضمنت 195 مليون أغذية، 89 مليون أعلاف، 35 مليون أدوية، 16 مليون مستلزمات طبية، 686 مليون برضو مستلزمات انتاج لمختلف الصناعات، بتتضمن بقى صناعات غذائية ودوائية، بالإضافة ل 216 مليون بضائع متنوعة، فيتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر كله اللي أنا قلته لك، ده كان آخر أسبوع ديسمبر كله تم الإفراج عن بضائع ومستلزمات انتاج قيمتها تقريباً 6 مليار دولار. اللي احنا بنتكلم فيه ده هو جزء يسير من عملية اقتصادية عموما. في عملية اقتصادية تانية ولما بتيجي تشتغل عليها يمكن هعرض لك طريقة كده مختلفة لمسألة ازاي اشجع الاستثمار وازاي اشجع الشركات الناشئة بالمصطلح اللي طالع برضو الجديد بقاله سنتين كده، ستارت اب. ستارت اب يعني شركه ناشئه، مش عارف ليه بنستخدم كلمه ستارت اب وما بنستخدمش كلمه شركه ناشئه وكانه العربي عيب. المهم فهتلاقي انه لازم تشجع قدر الامكان
الشركات الناشئة دي. الشركات الناشئة دي بقى في كل المجالات، والله شركة ناشئة قايمة على اختراع جديد أو ابتكار أو تطبيق إلكتروني متميز أو شكل جديد في صياغة نشاط تجاري أو اقتصادي أو صناعي إلى آخره. فتلاقي قناة سي بي سي بتعلن عن انطلاق البرنامج الأشهر في العالم شارك تانك، مش عارف حضراتكم شفتوه ولا، حوض القروش بالمصري، بس ده شارك تانك مصر. يوم السبت 7 يناير إن شاء الله الساعة 9 مساء هنتابع مع بعض شارك تانك. شارك تانك قايم على كده، ناس بتشترك بتحصل تصفيات، بعد كده بيدخلوا على البرنامج بيبدأ يتعمل عمليات تصفيات تانية. الناس دي بقى مخترعين ومبتكرين وعاملين شركات ناشئة وعاملين أنشطة اقتصادية وأنشطة تجارية، والمفترض إنه أولا تبقى الفكرة جديدة لماعة ذكية، دي حاجة، أو لماعة وذكية. الحاجة التانية تبقى فكرة قابلة للتطبيق، تجيب فلوس ما فيهاش عيوب، تتلافى كافة العيوب الإدارية والمالية وعيوب التمويل إلخ إلخ إلخ. سي بي سي الحقيقة عرضوا البرومو بتاع البرنامج الجديد شارك تانك مصر اللي ينطلق زي ما بقولك يوم 7. بالمناسبة البرنامج ده موجود في 46 دولة تقريبا في العالم، هو برنامج أمريكي شهير جدا قوي خالص. ولما اتعمل البرومو أو اتزاع البرومو على سي بي سي فبيوري لك الردود بتاعة لجان التحكيم وردودهم، حاجات بتبقى حاجة لطيفة كده، بيبقى تيزر ظريف. يعني تيزر دي بقى في الشغلانة بتاعتنا دي ملهاش ترجمة، يعني المفروض ان هو يبقى الحاجة اللي تشجعك انك تشوف، هو غير البرومو يعني، بس يشجعك انك تشوف. البرومو ده اللي هو الاعلان الترويجي، اما تيزر في EASER فدي ملهاش ترجمة دقيقة باللغة العربية بالمناسبة، يعني في الصناعة دي، لان لو ترجمتها ترجمة حرفية الحاجة اللي بتغيظ يعني، فهي حاجة تستفزك تشجعك على المتابعة على المشاهدة الى اخره. شارك تانك انا عايز افرجكوا على البرومو او التيزر، سميها زي ما تسميها، تعالوا نشوف ونرجع بقى ايه هنكمل الكلام. بس انا عاجبني الفكرة ان احنا يبقى في عندنا في مصر هنا شارك تانك، دي حاجة حلوة قوي. احنا طالبين 16 مليون جنيه في مقابل 10% حصه في مصروفي. الرقم خضني بصراحه، كلهم بيقولوا كده في الاول. حدد انت عاوز ايه بالظبط. يا جماعه احنا محتاجين فلوس، عايز تعمل بيهم ايه؟ واحد صاحبي قبل اصلا، انت حابب الكلام ده صح؟ ما تسالش سؤال انت مش عارف اجابته. طب هتحل المشكله دي ازاي؟ جهز اعمل لك اوفر على فكره. انا لو ما خدتش دي احنا هنحاسب على حاجه اللي اتاخدت. بعرض 50% ب 5 مليون جنيه. ده عرض ممتاز. 50% كتير جدا. لا ام اوت. اوت. انا هديك اللي انت طالباه. شارك تانك مصر بدءا من السبت 7 يناير الساعة 9 مساء على سي بي سي. أنا لفت نظري حاجة مهمة جدا، ما تسألش سؤال أنت مش عارف إجابته. أنا عايز أعرف اتقالت في أنهي سياق، عشان ده كده سياق مجتزأ، ما أنا لازم أسأل السؤال اللي أنا مش عارف إجابته، ما أنا أسأل السؤال اللي أنا عارف إجابته يعني. طب خلوني الأول أخد معايا أيمن عباس العضو المنتدب لمجموعة انترو، صح كده يا جماعة ولا إيه؟ ما يعني نصحوا معايا كده. طيب. هيا يوسف. أهلا 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 أهلا، إزاي الصحة؟ أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ كله تمام؟ كله تمام. أنا هسأل أبتدي سؤال أنا مش عارف إجابته. أبتدي بالسؤال بتاعك. أيوه. بص، هو الـ 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 المعنى بتاع الجملة دي إن أنت ما ينفعش تسأل حد سؤال وأنت مش متوقع الإجابة تبقى عاملة زي ما تستناش، أنت لازم تبقى سائل السؤال في دماغك الأول. كويس. يعني ما ينفعش تخش كده تسأل سؤال وأنت مش عارف إجابته خالص. هو في سياق مش علمي، هو في سياق البزنس. يعني ما ينفعش إن أنا أجي أقول لك مثلا تعالى خش معايا في مشروع برقم كبير اوكي، وانا مش عارف هو التقييم بيتم ازاي. لازم الاول ابقى مذاكر عشان اللي قدامك يعرف. فانا هعرض على ايمن مشروع، اول سؤال هيساله لي ايمن يقول لي طب والار او اي اخباره ايه، فنقف ساكت او ابدا بقى اضرب اخماس في اخداس واقول شويه كلام فارغ، فساعتها هتقول لي لا كل سنه وانت طيب. هقول لك ما تسالش سؤال انت مش عارف تجاوب. صح، فهمت. انا كده هي جايه في 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 في, في الجزئيه دي بالظبط. ايوه، عشان كده انا قلت الحته دي مجتزئه، انا لازم افهمها، اصل انا شغلتي اسال. فمش ممكن انا ما شفتها في البرومو فعلا، قلت انا لازم اوضحها عشان هو جزء كبير قوي مهم جدا من اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا نوضح للناس كلها ازاي التقييم بيتم، وازاي ان انت لما تخش على مستثمر
تبقى عارف ان انت موضب ورقك ازاي وازاي تتكلم. ففي جزء جميل جدا ان شاء الله باذن الله هنشوفه مع بعض في الحته الجزئيه دي. واضح ان البرنامج هيبقى مش مجرد برنامج لمناقشه البيزنس، يعني اللي شافوا شارك تانك قبل كده هيبقوا فاهمين انه هيبقى مليان سسبنس. المساله مش مجرد برنامج بيزنس يعني. هو 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 هو, هو, هو على فكره هو السسبنس جاي في ايه؟ جاي إن, ان ان انت ما بتيجي تعرض فكره على حد كمشروع او حاجه دايما بيبقى عندك الوقت زي ما انت عايز. في ناس ممكن تقعد بالست اشهر وبالسنه بتدرس ورايحين جايين مع بعض عشان ياخدوا القرار. فالسسبنس الفظيع اللي جاي في البرنامج ده هو سسبنس علينا احنا كمان عشان ما فيش حد في الدنيا يعني قليلين قوي اللي هم بيقدروا ياخدوا قرار في حاجه في حوالي كل الموضوع كله على بعضه بياخد حوالي تلت ساعه. اوكي. يعني المستثمر بيخش يعرض فكره الشاركس ما بيبقوش عارفينها خالص، ممنوع ان احنا نبقى عارفينها، وفي تلت دقائق واحنا نقدر واحنا لازم ناخد القرار في التلت ساعه اللي احنا قاعدين مع الانتربرينور اللي هو بيعرض فكره. يا نهار ابيض. فالسسبنس جاي من هنا. وطبعا يا نهار ابيض. تلت ساعه؟ انا ما احبش ابقى واقف الوقفه دي بصراحه اطلاقا. صعبه قوي يعني. طب ده كده انتوا معناها ان انتوا عملتوا فلتريشن او تصفيات شديده قوي، اولا علشان نوعيات المتسابقين او الانتربرينورز اللي هيجوا لكم، والحاجه الثانيه ان هم كمان يبقى في عندهم قدره على العرض والمناقشه والايضاح بمنتهى الشطاره بمنتهى الذكاء ويوصلها باسرع طريقه ممكنه. بص يعني انا عايز اقول لك احنا ده تيم تاني تبع البرنامج عشان احنا جزء من السسبنس اللي هو خلى البرنامج ده في 46 دوله وخلاه يعيش في امريكا لمده حوالي النهارده داخل في 15 سنه. صحيح. ان انت بتاخد اللايف رياكشن ده، ان انت بتدخل حد انتربرينور على حد تاني مستثمر لاول مره يشوفوا بعض، مش عارف هو بيتكلم في ايه، مش عارف المشروع بتاعه ده في اي مجال. فكل هي دي اللي بتخلي ان الراجل اللي قاعد بيتفرج والراجل اللي قاعد اكشلي في المستثمر والراجل اللي هو اللي بيعرض الفكره كلهم عندهم سسبنس، مفيش حد عارف. يعني انا ببقى قاعد لغايه اخر دقيقه انا مش عارف اللي جنبي ده هيقفل ولا مش هيقفل. طبعا. او في هياخد اوفر ولا مش هياخد اوفر، ولا الراجل عارف ان هو هياخد اوفر ولا مش هياخد اوفر. فهو ده الشيق جدا في الموضوع يعني. ده ناحيه اللي هي الاعلاميه او ناحيه التشويقيه، فدي بتخلي طبعا ان الناس بتبقى مكتذبه اكتر. ولكن حقيقه الموضوع بقى هو ده اللي خلانا كلنا ناخد القرار ونخش. انا هقول لك معلومه واحده. قولي. البرنامج ده في امريكا عمل اقتصاد ب 6 مليار دولار على في تاريخ البرنامج. يعني خلال 15 سنه اصبح في عندي استثمارات ب 6 مليار ب 6 مليار دولار، زود على الاقتصاد 6 مليار دولار من الاستثمارات والحاجات اللي حصلت في البرنامج. فهو برنامج اقتصادي ده كمان ده اللي هو المباشر. الغير مباشر بقى ان انت النهارده بتشجع الشخص ان هو يبقى عنده القلب والقدره ما يشوف شاب تاني او شابه تانيه جايه من الدلتا او من الصعيد، مصر الجميل، من سينا، من سيوة، من اي حته، من سيوة ومن سينا ومن من كل انحاء مصر، وتيجي تلاقي واحد عنده فكره واشتغل عليها وبتاكله وبتاكل اسرته ويخلي اللي قاعد كل واحد عنده امل، شايف ان الراجل ده قدر يعملها، طب انا ما اقدرش اعملها ليه. الحاجه الثانيه ان هو بتدي برضو فرصه ان الناس تبقى عندها باب اما عايزه تكبر الشغل بتاعها تبقى عارفه ازاي تروح تكلم مستثمر تخبط عليه الباب وتقول له تعالى خش معايا وانا بقول لك الار او اي زي ما انت كنت بتقول يا يوسف كذا وهكذا. فهو موضوع جميل الصراحه يعني احنا يعني
الهدف منه ان في 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 في, في الاوقات الصعبه اللي بيمر بيها العالم اليومين دول ان انت تلقي الضوء بس، يعني الحاجات دي شغاله احنا بس ما بقاش عارفين عنها، تلقي الضوء عليها، تحط الضوء عليها، تدي، محتاج ان انت تدي امل للناس كلها ان ايوه في السنين الصعبه دي في ناس بتكبر وفي ناس بتعمل الشغل بتاعها وفي ناس بتنجح. طب ده هيخليني هسألك بقى، انت شايف انه مصر سوق جيد او مناخ جيد للشركات الناشئه والافكار المختلفه والافكار الجديده؟ بص، مصر بدون نقاش سوق جيد وسوق كبير جدا لكل اللي انت تتخيل، عشان احنا بنتكلم على 100 مليون او اكتر من مستهلك، اوكي، ودي في اسواق قليله جدا في 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 المنطقه عندنا اللي فيها سوق بالحجم ده، فهو سوق حقيقي وكبير وفيه فرص كتيره جدا. الحته بقى اللي هي بتاعت الشركات الناشئه هي دي اللي جزء برضو من اهداف البرنامج، ان احنا نبتدي نشتغل عليها، ازاي يبقى عندك منظومه تقدر تنجح الشركات الناشئه وتقدر تنجح الافكار الجديده اللي هي مش جزء كده يمكن احنا بنفتقده شويه عندنا لسه، ما بقاش يشتغل، مش شغال بايه بالشكل اللي هو شغال فيه في دول تانية. حلو، فاهم قصدي؟ لان انت ايه، انا ببتدي، انا مش عارف ابتدي مين اللي هياخدني من نقطه الف لنقطه ب، ومين اللي هيساعدني من في النقطه دي، وازاي هقدر اروح لبنك واخاطبه. في بنوك طبعا ابتدت تعمل هي القروض للشركات الناشئه، صحيح. ولكن بيبقى في صعوبه اصلا عن على شخص عمره ما راح خاطب بنك قبل كده ان هو يروح يخاطب البنك، فانت بتحاول تخلق الجزء ده في القط بتاع البلد، وده يعني انا مش عايز اقول لك والله يعني يوسف، ان انا مش عايز اقول لك انا اتخضيت من الحاجات اللي عندنا، احنا ما نعرفش عنها حاجه، ناس عندها افكار وحاجات لا يمكن تفكر فيها. انا ما قلت ان احنا اما هنبتدي نشجع الناس فتبتدي تحلم اكتر، لا، الناس جايه فاقت اللي الواحد كان يعني بيفكر فيه، في حاجات في التكنولوجيا وفي حاجات في المنتجات وفي حاجات يعني مش عايز احرق لكم، بس في حاجات انت مش هتبقى متخيل ان في شاب في مصر او شابه فكروا في الفكره دي واشتغلوا عليها وعملوها يعني فعلا لا يعني مصر، انا شايف اللي انا نفسي استفدت منه في اليومين اللي فاتوا دول ان انا شفت امل غير طبيعي جاي من الحته دي من السوق. ايوه كده، يعني فرحنا في اول السنه وارفع معنوياتنا وادلنا يعني امل كده، امل غير طبيعي. ليه؟ الحته دي مستخبيه، ما انت ما هتشوفها ازاي؟ انت بتشوف الحاجه ما بتكبر، بس الشجره الصغيره او الزرعه الصغيره هتشوفها ازاي؟ لازم تروح تدور عليه. فما بتدي مساحه او مكان ان انت للناس تيجي تعرض الشجر بتاعها كده او الزهور بتاعتها الصغيره دي وتقدر تشوفها على التلفزيون او تشوفها في حته فيها انتشار، فبتدي امل لناس تانية ان هم كمان يتشجعوا ويشتغلوا ويعملوا زيهم او احسن وهكذا. ده انا عايز اقول لك في امريكا الناس اللي اترفضت في البرنامج ناس كتير جدا منها راحت مستثمرين راحت كلمتهم بعد ما اترفضوا في البرنامج وعملوا شركات كبيره جدا كمان. يعني جداً. الامل موجود عند اللي مقبول في البرنامج واللي ممكن يترفض، في النهايه بالضبط. البيزنس هيتعمل اذا كان مكتمل الاركان، كل المساله هنا ان احنا في عندنا منافسات، مين هيطلع صف اول، مين هيطلع في الصف اللي وراه، ادي كل القصه. بس ايمن انا مش عارف اشكرك ازاي، بجد الفكره حلوه عجباني، ومنتظرين من يوم 7 يناير هنتابعكم كل اسبوع، ومره هحاول ازوغ اجي اتفرج كده في الكواليس، مفرد كواليس كالوس.
يعني احنا يا جماعه عملنا مفرد لكلمه مش مصري او كلمه مش عربي اصلا، احنا مذهلين. كل الشكر لايمن عباس العضو المنتدب لمجموعه انترو على فيلم على برنامج شارك تانك اللي هيتذاع ان شاء الله على سي بي سي يوم السبت 7 يناير ان شاء الله. لسه لينا كلام، وهنتكلم على قناه السويس، وهنحكي وهنفصل ونوض، يعني حاجات كتير. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. هي حدوتة ولازم تتحكي. حدوتة يمكن عمرها اكتر من حوالي 150 سنة، ولو حبيت ممكن تاخدها لاكتر من تقريبا 3000 تقريبا 4000 سنة. حدوتة قناة تربط ما بين بحرين ايام قناة سيزوستريس، مشروع كان قديم جدا في مصر، ذهابا الى قناة السويس اللي حفرناها بايدينا، وصولا لدلوقتي حالا. في هذا التاريخ الطويل المصريين مش بس حفروا القناة، حفروا القناة، شغلوا القناة، حافظوا على القناة، أمموا القناة، كبروا القناة، وسعوا القناة، عملوا قناة موازية، بيستثمروا في القناة، بيعمقوا في القناة، بيضربوا بيها أمثال بديعة ومهولة وكبيرة قدام العالم. هنفتكر على سبيل المثال أزمة المركبة اللي شحطت ودخلت في الرملة، والعالم كله قال لك 6 أسابيع مصر راحت مخلصة الفيلم كله في أقل من 6 أيام مثلا يعني. أو أنه خلاص يا جماعة ده راحت على قناة السويس، فقناة السويس تبدأ تجيب إيرادات أكبر من أي إيراد جابته في تاريخها بالكامل، وأصبحت بتنافس نفسها بالدولار. لا أصل يمكن علشان الأسعار زادت، فتيجي قناة السويس تقول لك لا ده احنا عاملين حزم تسويقية أصلا فيها تخفيضات. طيب قولوا لنا المراكب، فأقول لك والله عدد المراكب اللي بتعدي برضو أكبر. طيب الشحنات أكتر، طب الأوزان أكتر، وتستمر القصة. أنا بعتقد إنها قصة وطن، أو ملحمة من ضمن ملاحم، أو ملحمة صغيرة من ضمن ملحمة كبرى اسمها مصر، وملحمة حديثة اسمها الجمهورية الجديدة، ولسه هنكمل. فخامة الرئيس بيتابع جهود توطين صناعة مراكب الصيد عندنا هنا في مصر، والهيئة ليها دور كبير جدا في هذا الموضوع، زي ما ليها دور كبير جدا في الاقتصاد المصري. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. أهلا بحضرتك يا فندم، وسنة سعيدة على حضرتك وعلى كل اللي حواليك وعلى كل الناس. شكرا يا فندم، كل سنة طيبين وبخير يا رب. وحضرتك بالصحة والسلامة سيادة الفريق. سيادة الفريق، يمكن هبدأ الأول بالحتة الصغيرة اللي بشوفها انها جزء من مشروع كبير جدا بتقوم بيه قناة السويس كرافد هام وعظيم وحيوي واستراتيجي من روافد الاقتصاد المصري. لكن مسألة متابعة الرئيس لتوطين صناعة المراكب في مصر، وكنت بقول الهيئة تشرف على هذا المشروع. هو طبعا السنة اللي فاتت كان سيادة الرئيس كان جه عندنا فتح الاستاد، وكنا مجهزين له يخت سياحي، ده كان متصنع في يعني اول يخت سياحي صنع في مصر. حلو. يخت جنوب السويس، يخت من اليخوت اللي احنا بنشوفها في التلفزيون دي. يعني طبعا احنا يعني دايما كان سياده الرئيس يقول لازم قناه السويس بالذات يعني تمتلك القدره، تمتلك احسن حاجه عندها، لان طبعا اليخت ده بيبقى موجود في رؤساء دول بيجوا يزوروا قناة السويس، يزوروا قناة السويس اللي يعدوا فيها، في وزراء بيجوا من أنحاء العالم كله. ولكن برضه الحاجة لأن اليخت اللي عندنا كان بقاله مدة كبيرة من الثمانينات، فكنا بنفكر إن احنا نعمل، فسيادة الرئيس كان يشتروا من بره. فأنا قلت له يا فندم أنا عندي مقترح، ومعانا راجل تستنى جنوب السويس بيعمل اليخوت دي وعنده خبرة وممكن يطلع حاجة كويسة. قال لي أنت ضامنه؟ قلت له والله يا فندم أنا ضامنه. قال لي خلاص على مسؤوليتك. عملناها فعلا، والحمد لله طلع حاجه فاخره تضاهي الحاجات اللي بتتعمل بره في اوروبا. بل بالعكس، يمكن دلوقتي كمان الطلب عليه ان هو من اوروبا، من ناس كتير موجوده ان عايزين منهم من هذه اليخوت. فدي كانت بدايه المشروع يعني. يعني احنا توسعنا في القصه دي.
بس طبعا قال يعملوا شراكه معاه واشتغلوا في موضوع الاخوت دون حلو. وتصنيع الاخوت يبقى في عنده وعندكم في قناه السويس. وده فعلا بدانا المشروع دون وبدانا موضوع الشراكه لسه صحيح ما انتهاش شغالين فيه. في وسطه كده كانت ستر اسال برضه طب احنا عايزين نعمل بلانسات صيد للبحيرات. حلو. الصيادين في البحيرات بيعانوا احنا عايزين نرفع من مستواهم والدخل بتاعهم ونديهم برضو زي ما طورنا البحيرات نطور البلانسات بتاعتهم ونرفع مستوى المعيشه بتاعتهم. فبرضه هو ترسانه جنوب البحر الاحمر الاستاذ مصطفى الدكيشي قال انا اعمل انا البلانسات دي وفعلا عملنا نموذجين النهارده ورناهم لسياده الرئيس واحد 10 متر واحد 6 متر بحيث ينفعوا للبحيرات بس طبعا مجهزين بقى بثلاجات وجاهزين بغرف وحمام مش يعني مش زي طبعا اللي هم الموجودين دلوقتي المتحركين مش مفهومش اي مظاهر الحياه يعني. فبدا بقى ست رئيس قال طب نعمل بقى نوطن الصناعه دي ونبدا نشتغلها برضو بالتعاون مع الشركه دي مع قناه السويس يبقى احنا مسؤولين على الموضوع ده. فطلع شاف البلانسات دي النهارده وقلنا له ان احنا هناخدهم ونروح بيهم بحيره المنزله مثلا ونوريهم للصيادين ونشوف ان هم محتاجين ايه. لان ساترس كان قال ان احنا نبدا ب 110 يعني 100 من الكبير 100 من الصغير و10 من الكبير ونبدا نشوف هيشتغل ازاي. فقلنا هناخد احنا النموذجين دول ونروح بيهم الاول البحيره ونقعد مع الصيادين ويشوفوا الحاجات دي. ممكن تسال برضه الصياد يقول لك لا انا عايز مثلا كذا عايز ازود لي دي اقلل دي لغايه لما نوصل لنموذج مثالي ونبدا نشتغل عليه. فده الموضوع يعني ان احنا في منصات ست صغيره او في كبيره كمان بيتكلم مش فاكر برضه بيتكلم النهارده على مراكب كبيره تشتغل بره في مش في مصر يعني في المياه الاقليميه بس لا تنزل البحر يعني تنزل على المياه الدوليه في البحر المتوسط وتنزل بحر البحر الاحمر. حلو قوي 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 قوي. طب يعني الموضوع وسع وكبر يعني. طب ما دي حاجه كويسه. طب والله يا فندم انا دايما عنده طموح وعنده طموحه ما بينتهيش يعني ما بنقفش عند حدود يعني دايما لا عايزين كذا واكثر. الحقيقه ان هو دلوقتي ست رئيس ده بيقول حاجتين مهمين قوي توطين بيتكلم على الصناعه والعمل بتاعه وامتلاك القدره. الحقيقه انا بسمع منه الكلمتين دول دايما ودايما بيحاول يرسخهم فيه لان انت دايما بتعمل توطين لحاجه معينه مش موجوده زي الصناعات الحديثه والحاجات اللي مش بتتعملش في مصر وامتلاك القدره ان انت يبقى عندك قدرات كبيره جدا وهائله في قناه السويس بالذات يعني اثنيه هيئه عالميه والناس كلها بتبص عليها وبتعدي فيها 23000 مركب السنه دي الحمد لله رب العالمين يعني 23800 ما شاء الله يعني رقم بسم الله ما شاء الله يعني احنا قفلنا السنه كده فاحنا غالبا محققين ايرادات اكتر من بتاعه السنه اللي فاتت بكتير. السنه اللي فاتت كانت 6 مليار 300 مليون السنه دي 7 مليار 933 يعني 8 مليار تقريبا. الله اكبر. زياده مليار ونص دولار في سنه برضه رقم كبير الحمد لله رب العالمين ربنا يزيد ويبارك يا رب يا رب. فرحنا اكتر يا سياده الفريق دي حاجات كلها تفرح وتبسط والله هيفرح الحمد لله رب العالمين. طب والله يا فندم السنه اللي فاتت لما يبقى 20000 سفينه السنه دي يبقى 23000 800 يعني تقريبا 24 يعني ارقام برضه الحمد لله بالرغم الظروف يعني يمكن النهارده لما عرضنا على سياده الرئيس كمان انا قصدت ان انا اعرض سنه 20 21 22 قلت 20 عشان كورونا 21 استمرت كورونا شويه وبعدين جت الحادثه بتاعت ايفر جيفنج و22 الحرب الروسيه الاوكرانيه واحنا بقى في المصريين بيعملوا ايه في قناه السويس وازاي بيزودوا الدخل بتاعهم. فكنت يعني اقصد ان انا اعرض ثلاث سنوات مش سنه واحده يعني. مشروع اليخوت ومشروع بلانسات الصيد ده سيادة الفريق هل اليخوت دي دلوقتي إذا افترضنا أن فلان الفلاني يريد أن يشتري يخت ظريف أو لانش سياحي ظريف يقدر يروح للهيئة ويتقدم بطلب شراء والهيئة بتقدم له العروض اللي موجودة أنه دي الأسعار اللي موجودة دي الإمكانيات اللي متاحة في اللانشات واليخوت المختلفة ولا لسه شوية؟ لا والله احنا من دلوقتي احنا ممكن نبقى جاهزين مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر ان عنده هو النهارده عرض ستريت انواع كتير جدا من اليخوت اشكال مختلفه ومتطوره منها عنده نماذج دلوقتي باسعار فممكن تطلب ويتحدد له توقيت انه يستلم الحاجات دي ويبدا يشتغل فيها بغض النظر عن ان الشراكه خلصت او لسه يعني الموضوع ماشي مش واقف يعني شغالين وبلانسات الصيد نفس القصه شغالين لا احنا هنعملها كده يعني هتعمل ستريت قال احنا هنمول ونشوف بعد كده ازاي نقدر نديهم للصيادين ونتعامل معاهم ازاي لكن القصد اساسا يعني انا يهمني ارفع مستوى معيشه الصياد دون اللي في البحيره اللي انا عارف هو حالته عامله ازاي دايما سياده الرئيس بيشعر بالناس فعلا بيشعر بظروفهم الصعبه.
طب هل انا ممكن، انا ده برضو سؤال مع فكره في نفس الوقت، هل ممكن ان انا الخط بتاعي اللي انا عاوز اشغله لانتاج بلانسات الصيد اقدر كمان اشغله للتصدير للدول مجاوره سواء اذا كان في افريقيا او في المنطقه العربيه؟ طبعا احنا يعني اللي بيتعمل ده، ده بيعتبر برضو عرض، يعني احنا جاهزين ان احنا نعمل الحاجات دي بالاحجام دي والاشكال دي والمستوى دوت وباسعار تنافسيه كبيره جدا. يعني الاسعار اللي عندنا برضه الاسعار دي تنافسيه بالنسبه للسواء كانت لليخوت او لبلاطات الصيد. فطبعا لو طلبت برضه مفيش مشكله ان احنا بنعمل انتاج، لان احنا بنعمل جزء في البحر الاحمر في ترسانه جنوب البحر الاحمر وجزء عندنا في هيئه قناه السويس في ترسانه بون توفيق. طيب دي حاجه كويس. ده هيخليني هسال يا فندم، النهارده واحنا بنعمل قانون للصندوق ده من شانه انه يسهل عليا هذه الشراكات، صح ولا انا غلطان؟ طبعا، لان هو الصندوق احنا قلنا الفلسفه بتاعته يمكن على الضان هو حاجتين، اولا للطوارئ، وجود للطوارئ والاستثمار وزياده دخل الهيئه، بدل ما احنا معتمدين بس على المجرى الملاحي واحنا معانا استثمارات اخرى للصندوق دون وممكن نشتغل فيها، فده برضه ممكن يبقى جزء من التمويل لو الموضوع كبر، يبقى التمويل منه يصد عليه ويصبح لسه الصندوق لسه ما اتشكلش طبعا، لان لسه ما اقرش في مجلس النواب، لسه القانون ما خلصش في مجلس النواب. ما خلصش يعني مجلس النواب كان اقر مبدئيا يعني، لكن هو هنشكل على طول مجلس الاداره وهنبقى جاهزين على طول ان احنا طبعا نساهم في حاجه زي كده، وبالذات ان المشاريع دي بالذات نسبه النجاح بتاعتها ان شاء الله كبيره يعني. طيب قطعا لشك بيقين، اولا سياده الرئيس قال وسياده الفريق اسامه ربيع قال، لكن لمشاهدين القناة الأولى اللي أنا دايما أقول مشاهدين القناة الأولى هم عموم المصريين، أهالينا العاديين جدا، أهالينا اللي موجودين في كل حتة من شلاتين وحلايب لحد السلوم ورفح، الصندوق معمول ليه يا فندم؟ هو طبعا يعني بعد كلام سيادة الرئيس مفيش تعقيد، لكن احنا برضو بنأكد ان الصندوق ده معمول علشان الطوارئ وعلشان ان احنا نزود الاستثمارات في هيئه قناه السويس بدون ما نجور على الموازنه العامه للدوله. جميل. يبقى في فلوس في على جنب زي ما سياده الرئيس قال ممكن تستخدم في الطوارئ او في مشروعات احنا عايزين نعملها ومش عارفين نعملها منين، ولو اضطريت اعملها حملت ايدي للموازنه او حملت ايدي للماليه، فلما يبقى عندي حاجه من الفائض يبقى انا ممكن اعملها من غير ما اقرب من الموازنه. دي مهمه برضه الناس تعرف ان هتاخد من الفلوس، لا مش هناخد فلوس موازنه ابدا. الموازنة العامة بتحدد من أول السنة المالية رقم محدد بيزيد كل سنة على فكرة، عشان احنا كمان بنزيد الإيرادات بتاعتنا فلازم الدولة يبقى ليها نصيب، فبالتالي ده احنا مش هنقرب له خالص تماما يعني. وبالتالي الفلوس اللي هي من فائض اللي بيخصص للهيئة علشان التشغيل وعشان المرتبات وعشان الوقود وعشان الصيانة وعشان بيفيد جزء، هو ده اللي بنشيله على جنب واللي قاعدين نشيله دلوقتي بقالنا سنتين على فكرة كده يعني، لغاية لما يخلص يبدأ موضوع الصندوق زي ما قال سيادة الرئيس. ففي مبلغ دلوقتي موجود كأساس يعني، فاحنا بنكمل عليه، لكن احنا موازنة الدولة مش ممكن هنقترب منها، اصول الهيئة لا يمكن هنقترب منها، أيوة. الهيئة نفسها لا يمكن هنقترب منها، حاجات مسلم بيها وبديهيات يعني. سيادة الفريق أسامة ربيع بيقول لنا، هو بيقول للناس بيشرح، مش انا هقول بقى مش بيؤكد، بيشرح وبيفهم اصول الهيئة لا اقتراب، الهيئة لا اقتراب، مش هسميها حتى المرفق، القناه بتاعتي لا اقتراب، صح كده يا فندم؟ ايوه دي بتاعت الدوله وبتاعت الشعب وبتاعت الناس، احنا من ساعه ما اتأممت يا فندم 56 واحنا دخلنا حروب كتير جدا علشان نثبت سيادتنا على هذه القناه، وناس كتير ماتت استشهدوا، فمش ممكن ان احنا نيجي في لحظه نفرط في الكلام ده ونعمل حاجه لا يمكن تحصل طبعا مننا يعني، ولا من سياده الرئيس. سياده الرئيس راجل استحاله وراجل وطني ويعني حتى النخاع زي ما بيقولوا يعني، وعمرها ما هتبقى دي المناقشه. انا بقول الكلام ده يا فندم، او انا تحديدا بسال سيادتك علشان الناس لا تضلل بكلام العيال التفه اللي موجودين في بلاد بره وبيطلعوا على منصات وشويه قنوات وبير السلم يقعدوا يحاولوا ايه يلعبوا في الادمغه طول الوقت والتضليل. طيب هسأل سؤال كمان وأنا آسف على الإطالة وإن أنا بتأقل على سيادتك. لا يا فندم تفضل. الصندوق يخضع لمعايير المعايير المحاسبية المصرية، أي الصندوق خاضع لرقابة سابقة ورقابة أثناء التشغيل ورقابة لاحقة من، وصححني لو أنا غلطان يا فندم، الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية
وللمدقق والمراجع الداخلي والمدقق والمراجع الخارجي إنشاء الصندوق أن يستعين بمكتب للمراجعة خارجي غير المراجعة الداخلية، صح كده؟ تمام. وأيضا للنيابة الإدارية كمان. الميزانية لما تروح يعني الميزانية هتروح تراجع في مجلس النواب بتصدى عليها من ضمنها الصندوق، والموازنة خاضعة لمجلس النواب، جهة مراقبة على الصندوق. يعني مجلس النواب وكافة الجهات الرقابية المصرية، صح الكلام؟ تمام يا فندم. ولا أنا بفتي؟ أنا ما بفتيش صح؟ بقول صح كده؟ لا لا تمام كده يا فندم، تمام 100%. شدوا حيلكم يا فندم، معلش. ربنا يخليك يا فندم. ألف شكر لسيادتك. ربنا يخليك سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. خلاصات. الصندوق مش هياخد فلوس من الموازنة. الصندوق لا يمس سيادة القناة ولا يقترب منها ولا من أصولها ولا من الهيئة ولا أي حاجة. الصندوق معمول لمرونة الاستثمار، الصندوق معمول عشان يبقى فيه احتياطيات لأجل الطوارئ، استثمار واحتياطيات للطوارئ، ومش هياخد ولا مليم من الموازنة، بل بالعكس ده هيضيف. الصندوق خاضع للمعايير المحاسبية المصرية، أي وزارة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الرقابة الإدارية، النيابة الإدارية، المراجعة والتدقيق الداخلي زائد المراجعة والتدقيق الخارجي زائد مجلس الوزراء زائد مجلس النواب. تعال نروح لموضوع تاني وهو أيضا شديد الأهمية. في حاجة اسمها التفاعل العكسي للأدوية. يعني إيه؟ يعني ممكن فلان الفلاني ياخد دواء ما، الدواء ده يدخل إلى الجسم فبيتفاعل مع هذا الجسم. طيب تفاعل عكسي يعني وارد حساسية، ده واحد. اتنين، طب انت بتاخد كذا دواء لسبب من الأسباب، من الوارد أن هذه الأدوية يكون في بعضها يتفاعل مع بعضه البعض، حتى لو ما سببش ضرر هتبقى الأدوية ملهاش فاعلية، فتلاقي نفسك بتاخد الدواء ولا بتاخد الفيتامين وما بيحوقش زي ما بيتقال، مفيش تأثير. طيب لمنع ما يطلق عليه التفاعل العكسي للأدوية، هيئة الرعاية الصحية خدت قرار بإنشاء وحدة لتقييم استخدام الأدوية، ده واحد. اتنين، الملائمة الدوائية في المنشآت الصحية جوه المنشآت نفسها الصحية في المحافظات بتاعة التأمين الصحي الشامل، وده بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية. تعالوا نحاول نفهم أكتر حبتين. دكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الصيدلانية وإدارة الدواء، أهلا بيك يا دكتور. يا نهار ابيض، ده الشبكه وحشه قوي يا دكتور. سامع كده كويس؟ ايوه كده حلو قوي. طب اتفضل. كل سنه وحضرتك طيب اولا. وانت طيب وسنه سعيده علينا كلنا وعلى مصر كلها. سنه سعيده عليك يا دكتور وعلينا جميعا. دكتور انا حاولت اشرح مساله التفاعل العكسي وصححني لو انا غلطان ولا تضع علي لوما، مع الرغم ان انا كنت علمي. لا ده حضرتك شرحت شرح وافي جدا ويعني جامد جدا. الله يخليك يا دكتور، اشرح لنا اكتر نستزيد في حضرتك اهل الاختصاص. هو طبعا يعني مساء الخير عليكم وسنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله. إن شاء الله احنا بنوعدكم ان عام 2023 هيبقى عام الاستخدام الأمثل والآمن للدواء. وطبعا ده حضرتك قلت في إطار الهيئة الرعاية الصحية والاستراتيجية اللي بنستخدمها دلوقتي في الرعاية الصحية، عندنا استراتيجيات واضحة في اللي تقوم عليها الرعاية الصحية المبنية على القيمة value based health care والأدلة العلمية. استراتيجية مهمة جدا في الدور الصيدلي في إدارة الدواء. زي ما حضرتك قلت الدواء ده حاجه دلوقتي بنفعل دور الصيدلي كعضو اساسي في الفريق الصحي. هيشارك الطبيب في وضع الخطط العلاجيه ومتابعه تنفيذها، هيقوم بمراجعه وقفه الطبيب للتاكد من الملائمه الدوائيه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها. من حيث ايه؟ دواعي الاستعمال، هل العيان محتاج الدواء ده فعلا؟ هل الجرعه دي مناسبه للعيان ده؟ لوزنه، لسنه، لمرضه، لوظائف الكلية والكبد بتاعته. أوكي. هل معدل تكرار الجرعة صح؟ هل طريقة الإعتاق صح؟ هل معدل الإعتاق صح؟ الصيدلي كمان سوف يشارك في تحضير العلاج وهيدرب العيان ويثقف العيان ويدرب الممرض في إعطاء العلاج. احنا دلوقتي تأكدنا
ان الدواء صح وصل العين الصح ودخل جسمه صح. يجي بقى دلوقتي دور تفكير بره في مجلس الاداره، نعملش وحده لتقييم استخدام الادويه والملاءمه الدوائيه. ده خلاص دخل جسم المنتفع بتاعنا. فاحنا نبتدي نبص دلوقتي، نبتدي بنحط على مرحلتين، مرحله استقصائيه بنحط حاجات قياسيه بنقيس فيها بقى استجابه المريض للعلاج. هل العلاج جاب الهدف المرجو منه في الفعليه؟ وهل هنقيس كمان نسب كل دواء له نسب محدده للاعراض الجانبيه؟ فيبقى عندنا قاعده بحث لكل المنتفعين المصريين اللي بنعالجهم، هنقيس مختلف العلامات والتحاليل تقدر هل وصلت اعلى تحاليل علاجيه باقل اعراض جانبيه ولا لا؟ ونفكر المنهجيه دي لمصر وننشئ مكتبه قوميه لدراسه الدواء نقدر ناخد منها قرارات مهمه جدا في الدواء. هنبتدي طبعا باستخدام امثل ادويه المضادات الميكروبيه، ادويه القلب والسكر والضغط، وهيبقى عندنا قاعده بيانات بكل المنتفعين ايه مدى استجابتهم للعلاج ونسب الاعراض الجانبيه. وهيبقى عندنا بناء على ذلك بيانات، وهيبقى عندنا بحث علمي حقيقي قائم على حل مشاكل عندنا في الادويه في الشعب المصري. عظيم. وانا يعني الشعب المصري صراحه وكلنا، انا شخصيا فخور ان انا شغال في هيئه الرعايه الصحيه، والمصريين كلهم لازم يفخروا. والله احنا اللي فخورين بيك يا دكتور، لانه اللي بتعملوه الحقيقه مهم وعظيم وشديد الاهميه بالنسبه للمجتمع المصري كله. ده بجد يعني انا عايز اشكرك جدا يا دكتور شريف، وان شاء الله نراك قريبا باذن الله في البرنامج بقى كده، وتشرح لنا اكتر واكتر ونفهم اكتر. كل الشكر للدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئه الرعايه الصحيه للشؤون الصيدلانيه واداره الدواء. تعال اخدك على المبادره الوطنيه لتوطين الصناعه. ماشي، تطوير الصناعه. وزير الدولة للإنتاج الحربي شهد بروتوكول تعاون مع شركة إبدأ. أظن إحنا اتكلمنا قبل كده على مسألة إبدأ والشركة بتاعت إبدأ وتنمية إبدأ لتنمية المشروعات. إبدأ بتعمل حاجات كتير جدا علشان خاطر نقدر نوطن ونطور التصنيع في مصر. كويس؟ طيب. إيه البروتوكول اللي هيتعمل أو شكل التعاون اللي بيتعمل ما بين وزارة الإنتاج الحربي وما بين إبدأ؟ تعالوا نستضيف أو ناخد معنا على التليفون أستاذ محمد بكر المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي. أهلا أهلا أهلا. أهلا بيك يا حبيبي. إزاي الصحة؟ كله تمام وحضرتك بالصحة والسلامة. سنة سعيدة علينا جميعا. علينا جميعا يا رب وعلى مصر كلها. طب أنا دلوقتي عندي كيان كبير وعظيم وهام، ألا وهو وزارة الإنتاج الحربي، وعندي إبدأ، وهم مجموعة الحقيقة متميزة جدا وبيساعدوا بقوة، لكن شكل التعاون اللي هيقوم ما بين الوزارة وما بين إبدأ إيه؟ ده كلام جميل جدا. احنا بالفعل احنا جهة تصنيعية وجهة تدريبية ايضا. وزارة الانتاج الحربي الحقيقة بتمتلك عدد كبير جدا من المصانع، يمكن 16 مصنع مهمتهم الرئيسية تصنيع حربي واستغلال فائض الطاقة الانتاجية في التصنيع المدني. وتمتلك وزارة الإنتاج الحربي قطاع خاص بالتدريب، مهمته الرئيسية تدريب كافة العاملين داخل الإنتاج الحربي، ولكن شكل التعاون مع إبدأ الحقيقة مختلف. هرجع بحضرتك تقريبا شهر ونص كان في تعاون ما قبل البروتوكول، قبل تفعيل هذا البروتوكول كمان كان في تعاون ما بين قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي وإبدأ من حيث تدريب عدد من يعني المصريين في قرى حياة كريمة، وده كان تعاون مع حياة كريمة من خلال إبدأ في محافظة سوهاج. احنا عندنا عربية بيتم تصنيعها ويعني إدراج محتوياتها لعدد من الحرف اليدوية اللي تخدم عدد من العاملين أو تدريب عدد من المصريين أصحاب اليد الماهرة يعني في قرى مصر المختلفة، في محافظات يمكن بتخدم حياة كريمة بتشتغل عليها الفترة اللي فاتت. وبالتالي العربية دي بتوفر تقريبا من 4 لـ5 حرف، سواء بقى خراطة تكييف وتبريد وهكذا من هذه الحرف اليدوية. عندنا عدد كبير من
المدربين اللي اشتغلوا في المصانع الانتاج الحربي بشكل قوي جدا وعندهم من الخبره الكثير والكثير، وبالتالي بيخرج من وزاره الانتاج الحربي او شكل التعاون ده مع ابدا هيكون في عدد من المحافظات طبعا وفق دراسات ابدا عملها لعدد من العمال بحيث يتم تدريبهم على هذه الحرف، ومن ثم بعد ذلك يكون ليهم ورش خاصه. احنا دورنا كوزاره الانتاج الحربي ان احنا بنوفر العربيه الخاصه بالتدريب والمدربين. دي فكره حلوه جدا، بس حضرتك بتتكلم جات لي فكره تانية. اتفضل. العربيه دي مجهزه مثلا بالمخارط وحاجات زي كده عشان الناس تتدرب عليها على الخراطه، وحاجات تانية مجهزة زي ما حضرتك قلت لي تبريد وتكييف إلخ إلخ إلخ، في أكتر من نوع من أنواع الصناعات اللي ممكن تشتغل عليها العمالة الماهرة، صح كده؟ مظبوط يا فندم. هي العربية دي مش ينفع تبقى ورشة؟ ينفع تبقى ورشة، ولكن طبعا محتاجة سيفتي أكتر، محتاجة يكون يعني ستيج مختلفة، وده موجود في البروتوكول. يعني حضرتك واضح إن حضرتك قريت البروتوكول. والله العظيم أبدا. تصدق بقى أنا كل اللي جه في بالي ايه المانع ان انا يبقى في عندي ورشه خراطه متنقله، حتى يعني صاحب الورشه لما نعمل له تيسير وتسهيل في الدفع وتاتا تاتا هو اللي هيبقى محطوط تحت ايد حد يخرجه من الورشه كل 3 4 سنين عشان عاوز يعلي الايجار عفياجه، او انه تبقى الورشه بعيده عن مكان الشغل، والله جاله شغلانه في السريع البني يقدر يعملها مثلا في بني سويف وهو من القاهره يقدر يروح على هناك، كلام من ده يعني. فجات لي يعني وانت بتتكلم السياره، يمكن انا كنت باعت للاعداد صور ليها اتمنى يتم عرضها. بتتعرض بالفعل. طيب عظيم جدا. هي شكل العربيه حجمها كبير، طبعا تكلفتها على شخص واحد ممكن تكون كبيره، ولكن هي الفكره هنا خلينا يعني نمشي ستيب باي ستيب كده، خطوه بخطوه. ان احنا في الوقت الراهن احنا عندنا فكره في تنميه المصري بشكل كبير جدا، تنميه مهاراته واستغلال الطاقات الموجوده في وزارات مختلفه زي وزاره الانتاج الحربي في تنميه هذه المهارات. ده دورنا دلوقتي ان احنا نشتغل على التدريب وان شاء الله نأهل عدد كبير جدا. ابدا الحقيقه وحياه كريمه هم يتكلموا اكثر بالتاكيد عن ده. في المراحل القادمه هيتم توفير كمان ورش لأهلنا وناسنا في القرى الأكثر احتياجاً وقرى حياة كريمة من خلال إن شاء الله المبادرة. بس قلت لي شكلك قريت البروتوكول. هو البروتوكول في حاجة إن العربيات دي ممكن يصاحبها إنتاج كمي فتبقى سعرها أيسر شوية، وبالتعاون مع مجموعة من البنوك المصرية نقدر نديها لل يا رب إن شاء الله. إن شاء الله نقدر نعمل ده قريب إن شاء الله بإذن الله، يكون ده خطوة من الخطوات القادمة. لكن خطوة القادمة إن شاء الله تدريب يكون تدريب تدريب بلان أو خطة تدريب بالضبط، وخطة لمدة 3 شهور، وده اللي طلبه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي. طبعا. إن يكون في خطة واضحة للمحافظات وشكل التدريب اللي هيتم وعدد الناس اللي هيتم تدريبها خلال الثلاث شهور الجايين ان شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ محمد بكر المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي. الله يا جماعة ساعات بتيجي في دماغي أفكار كويسة. أنا عايز أبقى أشتغل بتاع أفكار، أحط أفكار بس، وبقى في ناس متخصصة تطبق. أصل أنا والله بكلمك بجد، أنتوا متخيلين أنا طبعا ما أعرفش التكلفة بتاعت العربية قد إيه، وأعتقد إنها تكلفة كبيرة لأنه العربية نفسها تكلفة فلوس، التجهيز بتاع المكن اللي جواها فلوس، وزي ما قال الأستاذ محمد بكر هي تحتاج المزيد من عوامل الأمان علشان تتحول لورشة متنقلة. بس أنا اللي جاي في ذهني إيه؟ بالتأكيد أنا عارف إنه يا جماعة ما إحنا بنعمل مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وده صح وبيحصل وهيزيد أكتر وأكتر خلال الفترة الجاية. اللي بتكلم فيه هي أولاً إحنا كده عمالين هنبقى أول دولة بتعمل ورش متنقلة، ده في تصوري على حد معلوماتي، فلو أنا غلطان حد يصححني، ما عنديش أي مانع. بالعكس أستزيد يعني. بس دي بتخلق بقى إيه؟ مرونة أكتر. وموبيليتي يعني سرعة أكتر على التنقل. يعني تصور إن أنا مثلا بعمل حاجة في البيت وبعدين الراجل اللي شغال في البيت قال لي لا ده احنا كده هنضطر نخرط الحتة دي، فأنا بقى معلش هاخد القطعة وهوديها لورشة الخراطة وهكلمك من هناك ونشوف. دي بتحصل كتير صح؟ تخيل أنت بتروح مكلم ورشة الخراطة يجيلك تحت البيت
بيعين القطعة، بيحط لك التكلفة بتاعتها. لا مش هيبن. مين يقولي هيبن؟ لا يا روز مش هيبن، حتى لو العيد بعد كام يوم برضو مش هيبن. يجي لك بقى لحد عندك ويشوف الحاجة ويعينها وتتعمل ونشتغلها ونركبها ونشوف لو محتاجة تتظبط هتتظبط وانت واقف. لا ده مش انت اللي واقف، وورشة الخرطة واقفة تحت البيت ده مثلا، يعني فكرة ما في مناطق ما ممكن نبقى محتاجين فيها حاجات زي كده، وما يبقاش لسه فيها المجمعات الصناعية الصغيرة فنقدر نروح فيها بالعربيات. يعني أظن تتظبط، أظن مجرد ظن. وعشان هيا بنا إذن هلم بنا إلى فاصل ونرجع نكمل الكلام. طيب، كان ابني من كام يوم بيسألني على السر وراء الألقاب أو أسماء العائلات في مصر. كنت بقول له أسماء العائلات في مصر بتبقى إما على البلدة، أو يعني البلدة اللي أنا اتولدت فيها، أو بتبقى كانت على المهنة أو صفة أو شكل ما كان مشهور عني أو لازمة ما أستخدمها إلى آخره. فتلاقي مثلا يجي يقولك مثلا فلان السروجي، فإن تعرف إنه أصل العائلة كان يعمل بالمهنة السروجية اللي هي صناعة سروج الخيل، أي تخييط الجلود لصناعة السروج وما إلى ذلك. الطهطاوي لأنه ولد في طهطا جرجا سوهاج وهكذا. الحسيني نسبة، فيبقى هنا لسيدنا الحسين مثلا. مش بقولك ان انا احنا احفاد الحسين، ما نعرفش يعني، وارد وارد لا، لكن عموما دي كانت المناقشة. فمبدئيا وبالتأكيد هناك الكثير من الأعلام المصرية، وانت عارف انه مصر فعلا ولادة زاخرة بالعقول في كل العصور. استحالة هتجد قرية واحدة في مصر ما تولدش فيها حد كبير ومهم وأثر في حياة مصر كلها بالتأكيد، وأثر في حياة المنطقة بشكل عام أو العالم في أحوال أخرى. ومهم قوي 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 أنه هذه القرى تبقى عارفة أولادها مين، وإحنا كمان نفتخر، وإحنا كمان نضع علامات في هذه القرى، نقول هنا كان فلان الفلاني. يعني أنا كنت بحكي لكم لسه من أسبوعين على ويليام شكسبير والمكان اللي كان عايش فيه في إنجلترا. عاملين القرية متحف كبير جدا لويليام شكسبير، كل ما تمشي يقول لك وكان واقف هنا ويليام شكسبير، وكان مش عارف بيتمشى في الحتة دي، وكتب حلم ليلة صيف في المنطقة دي إلى آخره. حياة كريمة عاملين حاجة لطيفة جدا ورائعة جدا. حياة كريمة بالمناسبة، ودايما أنا أقول الجملة دي، حياة كريمة مش بتشتغل علشان بس تعيد بناء القرى والريف المصري من حيث المبنى أو الهيكلة أو البنية الأساسية وخلاص. حياة كريمة ليها أكتر من رافد، وأكتر مش هقولك من تصور، ولكن أكتر من واقع ملموس في إطار المبادرة. يعني بتتبني البيوت، وآه بتتعمل لها البنية الأساسية، وآه بيتوجد فيها فرص عمل، وبنعمل مدارس، نعمل مستشفيات، وفي نفس الوقت نشتغل على إزاي نطور البني آدم نفسه ونحافظ على المكان وعلى الإنسان وما إلى ذلك، ونطور طول الوقت من المكان ونطور طول الوقت من الإنسان. وفي نفس الوقت ليها رافد ثقافي. جزء من هذه الروافد الثقافية حاجة اسمها ولد هنا. ولد هنا هي عروض مسرحية في القرى والنجوع. ده هنا بقى رافد ثقافي في حياة كريم. ويمكن حضراتكم شايفين صور من أو جانب من جوانب بتاعة هذه أو هذا الرافد الثقافي ولد هنا في مبادرة حياة كريمة. معنا على التليفون شادن عصام الدين، مسؤول ومنسق مسرح حياة كريمة. أهلا بيك يا شادن. مساء الخير. اهلا بيك. مساء النور. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. احكي لي على مسرح حياه كريمه، ده في حد ذاته حاجه تستحق ان الواحد يفهم. طبعا احنا بنتكلم عن الوعي والثقافه والانتماء بتاعنا الخاص وطالع من كل حاجه مصريه اصيله. حلو. بنقدم للاطفال اللي موجودين في القرى رحله من انت الحياه،
وبنتنقل من مكان لمكان بالمتطوعين وبالولاد نفسهم. يعني احنا بنقدم فنون مصرية أصيلة من كل قرية بندخلها. لو احنا عندنا معضلة ما بنناقشها مثلا زي زواج الفتيات، عايزين نتكلم عن الرموز اللي موجودة، لو احنا رايحين هنا، لو احنا عايزين نتكلم عن الشخصيات اللي موجودة في كل بلد زي طه حسين جاي يقول جاي من مغاغة، محمد ناجي اتولد فين، ده طلع من اسكندرية، طب عبد الرحمن الأبنودي لا ده طالع من هنا، نبوية موسى لا لازم نعرف بديهيات بسيطة ورموز طالعة من كل بلد زي دكتور سميرة موسى مثلا جاية من الغربية. ازاي ان في شخصيات كبيرة بتنتمي لمصر واثرت فيها، احنا لازم نكون فخورين انها طالعة من بلدنا، لا ونبقى عارفين بديهيات المعلومات الاساسية اللي ممكن نتكلم عنها. احنا بنحاول احنا والتعاون مع وزارة الثقافة طبعا في فكرة او مبادرة ولد هنا ان احنا نقدم الخدمة للاطفال اللي يستمتعوا بيها ويجمعوا من خلالها المعلومة وتكون سلسة وبسيطة، وفي نفس الوقت الولاد المتطوعين نفسهم هم اللي بيقدموا المسرح، غير اننا بنتبنى المواهب في انهم اظهر موهبتك، انت بتحب التمثيل تعالى جرب تمثل. طب لو احنا هنروح مثلا في منطقة ناحية الدلتا، ايه الفنون الشعبية اللي بتبقى موجودة هناك، لانها هتفرق عن الصعيد، الكلمة واللكنة واللغة، المعلومة البسيطة اللي تعلم مع الاطفال وتخليهم يحبوا ان هم يقروا بعد كده. هو احنا تعلمنا واحنا صغيرين ان المسرح بوابة كل العلوم، المسرح ابو الفنون. بالظبط. حلو، يعني انتوا بتخلوا الولاد المتطوعين هم اللي بيقوموا بالعروض. بالظبط. وهم اللي بيشاركوا في صناعه العرض، يعني هم اللي بيصمموا، هم اللي بيرسموا، هم اللي بيعملوا ديكورات ويشاركوا في ولا ايه؟ اصل فرحيني بصراحه الموضوع. بالزبط. ده رائع. دي حاجه مبهره ان الولاد نفسهم يلمسوا احنا بنقدم ايه جوه الكره. دي في حد ذاتها بتضيف لهم مش بس خبرة، لا كمان بتضيف لهم فكرة للعمل التطوعي، ان طبعا هو مش بس في ان انا اوصل منتج او ان انا اوصل فقط خدمة، لا ده انا ان انا اتثقف واعرف ان المجتمع بتاعي فيه ايه ومحتاج ايه، وان احنا كلنا في مركب واحدة المفروض نتشارك ونتعاون عشان نعدي منطقة معينة او اننا نوصل لبر الامان. صحيح صحيح. يعني كان مثلا على سبيل المثال في الزيارة بتاعت في الزيارة في الفيوم كان معانا اولاد متطوعين من اكتر من جهة، كان معانا شباب متطوعين من عدد من الجامعات، وكانوا سعداء قد ايه ان الاطفال موجودين في زياره الفيوم، كل طفل بيتكلم عن الموهبه بتاعته، اللي بيغني واللي بيقرا قران واللي عايز يؤدي. في نفس الوقت لما يقعدوا يتفرجوا على المسرح بتاعنا والمعلومه اللي بتقولها، طب العروسه دي بتتكلم بتقول ايه، طب ايه المعلومه اللي بتقولها، طب يلا هنتسابق ونرد على الاسئله اللي بتتقال، ففي تفاعل مستمر طول الوقت. بالظبط. وبالتالي الليرنينج كيرف بتاعهم قاعد عمال بيزيد. صح؟ بقولك وبالتالي الليرنينج كيرف المنحنى المعرفي بتاعه كمان بيزيد. بالظبط. شيء رائع بصراحة، أنا عايز أشكركم عليه واستمروا أكتر وأكتر لحد ما تغطوا ال 4537 قرية لو أنا متذكر غير التوابع. شدوا حيلكم، أنتوا بتعملوا عمل عظيم. أشكرك جدا شادة عصام الدين، مسؤول ومنسق مسرح حياتك حياة كريمة. قبل الفصل في السريع كده، بالمناسبة ثقافة التطوع دي ثقافة مهمة جدا، وبالمناسبة هي مفيدة في حالتين، انت بتبقى جزء فاعل جوه المجتمع وبتساعد، وده بينمي جواك مجموعة من المثل والقيم العليا المهمة، وليها مردود بالمناسبة اقتصادي عليك مباشر. يعني لو انت مش لا ما هو متطوع يعني مش لازم فوت تاخد فلوس، لكن ايه المردود الاقتصادي؟ انت عارف انه مثلا اذا حبيت انك تدرس في جامعة من الجامعات الجامدة جدا بره قوي خالص، جزء من الطلبات مش بس درجاتك، يعني انك تتقبل بدرجاتك انت كده بتحلم، لانه اللي جايبين درجاتك واحسن
مئات الالاف في العالم. فبيجي يقول لك طب هو انت عندك مثلا عمل اجتماعي وعمل تطوعي؟ طب شاركت في ايه؟ اكتب لنا مشاركتك، واكتب لنا شاركت مع مين، واكتب لنا اسماء الناس اللي انت شاركت معاهم والناس اللي احنا نرجع لهم نسالهم عنك، واكتب لنا انت استفدت ايه من العمل الاجتماعي التطوعي ده. فتجد نفسك الله انا عاوز التحق بام اي تي، وانا ممكن اخشها ببلاش. ومش بس بدرجاتك، ده العمل التطوعي. عاوز التحق بهارفرد، ينفع اخشها ببلاش؟ مش بس بدرجاتك. تاني، ما هو درجاتك دي في زيك عشرات الالاف. طيب تعال بقى نروح لرجل مفيش منه كتير، قليلين، هو او والده، يعني الشيخ ياسين التهامي، علامة حقيقية ومهمة في الإنشاد الديني، ومدرسة بالمناسبة. ثم يأتي صديقنا يعني محمود التهامي، محمود ياسين التهامي، ليسير على نفس الضرب بطريقته. خد بالك، يسير على الضرب بتاع مولانا الشيخ ياسين اللي هو الإنشاد الديني، يتعلم من الوالد اللي هو أستاذ، يتعلم منه العشرات والمئات والألاف. بس محمود كمان عنده طريقته وعنده أسلوبه، ويمكن ده اللي عمل تميز لمحمود. فيجي محمود التهامي يشارك في فعالية سلام حب تسامح. الفعالية دي بتاعت سلام حب تسامح يشارك فيها 300 موسيقي عالمي جايين من كل أركان العالم. مهرجان أبو ظبي يستضيف هذه الفاعلية، ومعانا احنا بقى نستضيف على التليفون منشدنا الرائع والجميل الممتلئ بالعذوبة محمود التهامي. ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب. يا جو انت طيب، وبشكرك على المقدمة الجميلة دي. حبيبي يا محمود، قلت لي يا جو يبقى ازيك يا ابو حنفي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. احب طبعا اشوفك قريب جدا قوي خالص، بس الاول يعني مشاركتك بقى في الفاعلية وفي المهرجان احكي لي كده. انا طبعا لي عظيم الشرف ان انا اشارك في السيمفونية الثلاثية حب سلام تسامح، وهي السيمفونيه العالميه طبعا من انتاج مجموعه ابو ظبي للثقافه والفنون ومهرجان ابو ظبي برعايه كريمه وبرئاسه سعاده هدى الخميس. كانوا يعني يعتبر صاحبه الفكره، واللي هي يعني مشكورا على مدار سنه او اكثر من عام قامت بجمع هذه التاليفه العالميه من كل ال يعني من كل الثقافات وكل الأجهزة الفنية والموسيقية، نخبة كبيرة من الفنانين العالميين. احنا معانا ليسي سكوت من الولايات المتحدة، ومعانا فيا السويد الأمريكية، ومعانا ناس وسومي جور من كوريا طبعا، ومعانا أوركسترا أكاديمية بيتهوفن المشهورة طبعا، والمايسترو ديب فارو مشكور يعني هو اللي كان بيقود السيمفونية دي. طبعا يعني جمعت ما بين ثلاثة من أكثر المؤلفين العالميين، هم يعني باع في التأليف. احنا معانا ديفيد شاير طبعا الحد جائزة الأوسكار، ومعانا جوني ديبني طبعا الحائز على جائزة إيمي، والجميل القادم بقوة الإماراتي إيهاب درويش الحائز على ترشيح جوائز الغرامي. ولي عظيم الشرف يعني إن مشاركتي كمان تأتي بمصاحبة مدرسة الإنشاد مصر اللي ربنا شرفني شرف عليها تراتيها. ألو يا شيخ؟ أيوة محمود. معك. أيوة معاك، سمعني كده؟ طيب سمعك. عظيم جدا. الأنشودة في حد ذاتها أكتر من رائعة، ده مما لا شك فيه. زي ما أنت قلت دي سيمفونية عالمية بيشارك فيها أبرز الفنانين ومن داخل مهرجان دبي، ودي في حد ذاتها فكرة رائعة. مسألة الإنشاد الديني في حد ذاتها محمود إن هو يبقى جزء لا يتجزأ من الفن والموسيقى العالمية، من الذائقة العالمية، ما كناش نتصور ده. يعني كان عندنا دايما
ان احنا بنشوف المنشدين الكبار بتوعنا على مدار تاريخنا المصريين بالتحديد موجودين بحفلاتهم في العالم على اختلاف الاجيال. اما انه نبقى جزء لا يتجزأ هذا الفن الانشاد الديني ما بين قوسين بالطريقة المصري موجود على خريطة الموسيقى العالمية، ده ما كانش في دماغنا بصراحة. والله يعني انا يعني بستغل الفرصة اوجه الشكر والتحية لسعادة هدى كانوا رئيس المهرجان ومدير مهرجان ابو ظبي، لان لما يعني ارتقت الفكرة فاتت ان الجزء الخاص من السيمفونية الخاص بالتسامح والخاص بالدين الاسلامي واللغة العربية الفصحى، يعني هي قالت ان الوحيد اللي هيقدر يعمل ده محمود التهامي. الله، كانت ثقة طبعا يعني اتمنى ان اكون جدير بها الحمد لله، وكان ترشيح طبعا اشرف بيه من سعادة هدى الخميس كانوا طبعا، والحمد لله قدرنا من خلال فقرة التسامح والخاصة بالدين الإسلامي ان احنا نبرز فيه دور الإنشاد ونجعله فن يواكب كل تطور في مراحل الحياة وتركيبة المجتمعات من خلال مقاييس جمالية وفنية بنعتمد أساسا كمعايير لقياس ما وصل الحضارات. ف يعني طبعا وكان يهمني جدا كمان وجود اللغة العربية الفصحى، يعني ليس إنشاد فقط ولكن إنشاد تراثي باللغة العربية الفصحى حتى يكون هناك دور بارز للإنشاد واللغة في الفنون العالمية. والحمد لله استطعنا أن يكون هناك اندماج مع مقومات الخطاب الموسيقي العالمي حتى نضمن بقاء هذا الفن، ويعني يكون لنا توثيق وأثر وثيق مع العالم كله في أي شيء تحتضن الثقافة الموسيقية والتراث الموسيقي العربي. الله ينور الله ينور. رجعت من أبو ظبي ولا لسه؟ الحمد لله رجعت من 3 أيام الحمد لله. ورحنا على الوادي الجديد، كان لي شرف طبعا افتتاح مؤتمر أدباء مصر، وكان لي شرف برضو أن أشارك مع وزارة الآثار في بمناسبة مرور 119 عام على الحضارة الإسلامية. الحمد لله يعني تم تكريمي من الدكتور مصطفى وزير الأمين العام. فالحمد لله يعني أهو يا ميسر الحال. حلو قوي كده، احنا ضمننا انك موجود في مصر، فاحنا هتلاقيني بقى بنزلنا عليك الكام يوم اللي جايين كده عشان تنورنا ويبقى في عندنا بقى ليله حلوه كده بصوتك يا حبيبي. انا اللي اتشرف يا سيدي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. كل الشكر ليك منشدنا الرائع والجميل الممتلئ بالعذوبه الشيخ محمود التهامي، كان معانا على التليفون. طيب خلوني اخدكم ونروح، يمكن زملائي في النشره النهارده دينا وإيمان كانوا بيتكلموا عن ذكرى وفاة كاتبنا الأستاذ وحيد حامد 2 يناير. سيبك بقى من كل اللي حضرتك عارفه وحافظه عن الأستاذ وحيد، ولد سنة كذا ونشأ وترعرع وتخرج ورحل عن دنيانا، كل ده كلام جميل وحلو ولازم نبقى عارفينه. الأهم تجليات وحيد حامد، خد بالك بقى، يعني انا اقول الكلام ده وانا اظن ان انا اكيد شهادتي مش مجروحه، فانا زي بقيه الناس قارئا مشاهدا. طبعا انا من الناس اللي بالتاكيد تحب جدا وتحترم جدا وتقدر جدا استاذ وحيد واستاذه زينب سويدان، اللي هي انا اراها ايضا علامه فارقه في قراءه النشرات والعمل الاخباري في مصر والعالم العربي، وده بجد مش هزار. وصديقنا العزيز الرائع المخرج الرائع مروان حامد، بس أستاذ وحيد باعتبار أن دي مناسبته. كل الحب والتقدير والاحترام لكتاب سيناريوهات السينما في مصر، أستاذ وحيد كتب بفلسفة، وفلسفة لا تحمل تعقيدا. يعني إيه؟ الفلسفة أحيانا ممكن تبقى صعبة المنال، يعني زي ما كده يجي يقول لك إيه، مش كل الناس تقدر تفهم أفلام يوسف شاهين، مع إن أنا بحس إن أفلام بسيطة جدا يعني، ما هيش صعبة ولا حاجة، فيها أفكار يوسف شاهين بس ما هيش صعبة يعني. لكن البعض يراها إن يوسف شاهين رجل فيلسوف في السينما ففلسفته صعبة المنال شوية أو صعبة الفهم.
استاذ وحيد حمد الله يرحمه هو الاختلاف نفسه، فلسفه شديده العمق ورائعه في بساطتها. مفيش مصري، مفيش عربي، مفيش حتى خواجه مش هيقدر يفهم افلام وحيد حامد ده بجد. ليه؟ تقول لي اجنبي، اقول لك اه، لان وحيد حامد لما كان بيكتب، دي هنا بقى رؤيتي انا كمشاهد لفيلم او قارئ، حتى وانت بتقرا مقالات الاستاذ وحيد، اي حد هيشوف افلام الاستاذ وحيد حامد هيفهمها. تيجي تقولي بس مثلا فيها حاجات ممكن يفهمها اصحاب الثقافه المصريه، اقول لك الثقافه المصريه وضعت بصمتها وطبعت على العالم العربي كله. هتيجي تقول لي طيب والجماعه الاجانب هيفهموها ازاي؟ لك الجماعه الاجانب عارفين طبيعه الشارع المصري، مش هقول لك فاهمين الافيه. وحيد حامد مش كاتب افيهات، وحيد حامد كاتب للافكار، مفلسف لافكار الشارع المصري. اهم افكاره ما يشغله وما يؤرقه، اللي بيؤرق المواطن، المواطن قاعد بيفكر في ايه، بيحلم بايه، بيكلم نفسه في ايه. المواطن اللي بيصحى الصبح بيحلق دقنه في المرايه بتاعت الحمام وهي مشخبطه بالاسود عشان ادمت حبتين، ويكلم نفسه. هتجد ده في سطور وحيد حامد، هتجد ده على السنه ابطال وحيد حامد. المواطن وهو بيغمس لقمه الفول، وحيد حامد. المواطن وهو قاعد مع اصحابه على القهوه، وحيد حامد. المواطن حتى وان تطرف وذهب للإرهاب، هتجد وحيد حامد عارف هو بيفكر إزاي. المواطن لما يبقى مسؤول، هتجد وحيد حامد عارف هو بيفكر إزاي. المواطن المظلوم، وحيد حامد. المواطن المنتصر، وحيد حامد. الغني الفاسد، هتلاقيها كاتبها وحيد حامد. الغني اللي بيحب الناس، وحيد حامد. اليساري العظيم أحمد راتب في طيور الظلام، وحيد حامد. وحيد حامد واحد من أساطير السيناريو وكتابة السينما المصرية والعربية. يعني أنا دايما أشوف وحيد حامد بشير الديك دول في حتة، أستاذ أسامة أنور عكاشة في الدراما التلفزيونية حتة. هنا اختلفت الملاعب وعلت القامات. وحيد حامد أكبر بكتير من أن يصف أو يتحدث عنه يوسف وكل زمايله. وحيد حامد قيمة كبيرة جدا 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 في تاريخنا السينمائي. بالنسبة لو واحد طلق مراته مثلا طلقة وهو إيه متعصب وكان في مشاكل، هل تتحسب طلقة تجوز ولا ما يعني ما تجوز؟ يعني من هو ذو القرنين؟ مفهوم قطع الرحم وثواب وعقاب قطع الرحم. في دعاء بيقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي، فهل ده بيجزئ عن ان لو على لي في حد له دين عندي ان انا ما سددتوش ايا كان شكل الدين ده، مالي او ادبي او ايا كان؟ المسح على الـ على الـ على الشراب مثلا، لو انت مثلا بره او كده، يعني بيبقى صعب احيانا ان انت مثلا تمسح تقلع الشراب مثلا مؤاخذه وتتوضى. فهل كنت عاوز استفسر هل في امكانيه ان انا امسح الشراب، لان انا سمعت ان هو يعني باطل. دلوقتي انا اختي متوفيه واولاد عيال اولاد اخواتي ما بيكلمونيش وقاطعيني خالص، وانا عايزه اروح لهم خايفه لا يكرشوني، هل ده حلال ولا اللي انا ما بسالش عنهم؟ جبر الخواطر، حتى لو الانسان بيجبر اخوه او اخته، حتى لو ما معاش مقدره يساعدهم، يساعدهم بجبر الخواطر بالكلمه او بايه تاني؟ انا عايز اسال عن موضوع السهو في الصلاه تمام باستمرار، وفي نفس الوقت برضه بالنسبه للصلاه السابقه مثلا او المتفاته من فترات دي، في ناس بيقولوا مثلا لازم تقضيها او خلاص اوكي طالما عديت وخلاص انتظمت خلاص، ففي قرار رسمي في حاجه زي كده او اساسي في حاجه زي كده ولا؟ افضل الاعمال ايه في شهر رجب وشهر رمضان وشهر شعبان في الايام المباركه دي؟ الزوج اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه بزوجه ما حملتوش اي مسؤوليه في اي حاجه، ومعاها منه اولاد وربتهم، وبالرغم من كده ما بيعملهاش بما يرضي الله، وهي مش عايزة توصل لدرجة الطلاق عشان خاطر الولاد والبيت.
يا ترى ده حسابه عند ربنا هيكون ازاي؟ وهي المفروض تتعامل مع ايه، لان هي مش قادره تتحمل اكتر من كده. بيقال ان الدعاء والقدر يتصارعان، فما معنى هذه المقوله؟ اهلا 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 بحضراتكم، وكل الترحيب بضيفنا، لا صاحب بيت، ضيفنا ايه، صاحب بيت والله، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. منورنا مولانا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. كل سنة وحياتك طيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر يومها خيرا من أمسها، وغدها خيرا من يومها. آمين يا رب. ثم التهنئة لإخوتنا المسيحيين في مصر لقرب حلول عيد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه السلام بإذن الله سبحانه وتعالى. العيد بقى ليلة العيد هتبقى 6 يناير. نعم. طيب خش في الأسئلة. هل يجوز احتساب الطلاق في حالة العصبية والغضب وما إلى ذلك؟ هو يمكن على السائل الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقصد طلاق الغضبان. الفقهاء كابن القيم رحمه الله قسموا الطلاق الغضبان إلى 3 درجات. قالوا الشديد جدا بحيث لا يعي ما يقول أو لا يدرك ما يقول أو خرج عن حالته الطبيعية المعتادة، هذا لا يقع، لا يقع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيه إغلاق، يعني العقل والمدارك أغلقت. أما المبتدئ في طلاق الغضبان إن كان يعي ما يقول يقع، المرتبة اللي هي الوسط قالوا إن كانت الطلقة الثالثة نحمله على أنه خرج عن طوعه وإرادته حتى نحافظ على بيوت المسلمين، وإن كانت الثانية عند بعض الناس يقع، لكن إحنا بنقول هنا رجاء التريث. الإنسان يعني لا ينفس عن غضبه مع زوجته بأيمان الطلاق أو بصيغ الطلاق، يروح لصيغ أخرى كاليمين بالله اللي يبقى لها كفارة، لكن إن شاء الله طلاق الغضبان غضب شديد لا يقع، لأن الله قال فإن عزموا الطلاق والغضبان لا عزيمة له. عاملة زي أيمان الجاهلية كده، علي الطلاق لا تقعد تاكل. يا عم إيه علاقة الطلاق بأنه يقعد ياكل؟ على فكرة الأيمانات دي كلها، حتى السيدة عائشة رضي الله عنها أفتت قالت اليمين لغو. لغو ليه؟ الضيافه اللي انت ذكرتها بالظبط. والله لتاكلن والله لتشربن، كل دي اسمها لغو، لانها ما قصد بها حل العصمه. وقصد بها الاكرام، وكذا لا تقع بها ايمانات ان شاء الله. ما يصحش الناس تحطها على لسانها. بالظبط بالظبط. طيب ما حكم تجميع الصلاه مع بعضها؟ ليها شروط. لا ما فيش، هو الجمع في الرباعيه فقط، يعني الظهر والعصر بنسميه وقت مشترك. والمغرب وان كانت 3 ركعات مع العشاء لانه ده وقت مشترك، فيجوز تاديه صلاه الظهر في وقت العصر يبقى ده جمع تاخير. او العصر في وقت الظهر يبقى جمع تقديم. يجوز تاديه المغرب في وقت العشاء جمع تاخير، او العكس، العشاء في وقت المغرب يبقى جمع تقديم. لكن حضرتك ان كان في حال الاقامه يعني الحضر يبقى مع الاتمام، إنما إن كان في حال السفر يبقى مع القصر للرباعية، إنما المغرب لا قصر فيها طبعا، لكن الفجر لا ينضم إلى صلاة أخرى. ومن قائم بذاته. نعم. ومن فاتته الفريضة. بالضبط أحسنت. يبقى تاخدني بقى الجزئية تانية، لا قضاء الفوائت ممكن في حال نشاطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصلها متى ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها، يعني أعيد الحديث لأنه كنت هنسى نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها يبقى هنا فليصليها متى ذكرها. ممكن بقى يصلي الصلوات، بس الإمام مالك رضي الله عنه استحسن الترتيب. الترتيب ده عند الإمام مالك. طيب نعم. هستأذن هروح لفاصل يا مولانا، ونرجع بعد الفاصل نستكمل الأسئلة بتاعة الجمهور أو بتاعة المشاهدين. نرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بعد إذنكم استنونا.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وكل الترحيب بمولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. اللهم اغفر لي ولوالدي ولاصحاب الحقوق علي. هل لو قلتها يلغي الحقوق اللي ليا اللي عليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا الحقوق كل من أسدى إلى إنسان معروفة. يعني نضرب مثال، مثلا أنت معلمك الذي علمك لحق عليك، يدخل فيه أيضا بر الوالدين، يدخل فيه صلة الأرحام، لكن لا يكتفى سيد الكريم بالدعاء هذا بدون نقل الأقدام في عيادة المرضى أو التهنئة. لا. يعني عمتك، خالتك، معلمك، شيخك، هل مجرد رسالة هاتفية وخلاص أو دعاء؟ لابد أن تذهب إلى هناك. ويمكن من باب التسامح وإحنا على أبواب عيد الميلاد المجيد لسيدنا المسيح عليه السلام، شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم راح ذهب لعيادة شاب مريض يهودي يحتضر. كان بإمكانه أن يرسل مندوبا، لكن الرسول راح بنفسه. راح بنفسه، نعم، صلى الله عليه وسلم. أكرم أمه من الرضاع سيدتنا حليمة السعدي، الله، وأعطاها يعني قدرا من الهدايا وكذا. فالشاهد لا يكتفى بالدعاء، لا بد من نقل الأقدام وفعل ما يمكنك. هدية، دي كل اسمه جبر خواطر، تذهب إليه، تقضي حوائجه. ولذلك كل ده يجمعه حديث حضرة النبي عليه الصلاة والسلام: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وخير الناس أنفعهم للناس. حلو، لابد أن تذهب. نعم، سبحان الله. طيب في حد برضو من الناس بيسأل: أنا وأنا بتوضى هل ينفع أمسح على الشراب من الخارج، ولا بالضرورة أن أنا أتبع القاعدة وأغسل رجلي كويس يعني يمينا ويسارا وأقلع الشراب خالص؟ لا، هو بالنسبة للمسح على الجورب هذا يعني مباح عند جمهور الفقهاء. المقيم له خمس فروض، يعني مثلا لو قلنا هيبتدي الفجر أو الصبح لغاية العشاء، أما المسافر له إلى ثلاثة أيام، قياسا على المسح على الخفين. المسح على الجوارب منقول عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا في أيام الشتاء القارس كانوا يلفون لفائف وعصائب على أرجلهم ويمسحون عليها. طبعا ده نقلوه عن حضرة النبي، مش هيفعلوه من أنفسهم. فهذا جائز، لكن الإنسان طالما لا يوجد عذر، يعني يمكن ده بنفضله مثلا إنسان منتقل من مكان سكنه إلى مكان عمله، مثلا نفر جاي من المحافظات وهنا القاهرة، ففي مشقة أن يدخل مثلا حمام عادي أو يخلع، فالشرع هنا أجاز له. كذلك للبواسل، يعني جنود الحراسة بمختلف رتبهم في الجيش الباسل، خير أجناد الأرض، في الشرطة المدنية، في أصحاب مهن قد لا يتمكنون عفوا من خلع الجوارب اللي هي بالتعبير العامي أو الدارج الشراب، فهنا دي رخصة أنه يمسح على الجورب من أعلاه. ولذلك سيدنا الإمام علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لقلت إن مسح أسفل الخف، عشان يعني عفوا القذارة، أعلى أولى من مسح أعلاه، لكن المنقول لنا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أعلاه، يبقى بنأخذ بهذه الرخصة. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الله، شو نعم. بقى ربنا سبحانه وتعالى بيوسرها ويسهلها على الناس ازاي. طيب نعم. في سؤال من اكتر الاسئله اللي عجبتني من يوم ما انا جيت البرنامج ده، وانا اظنه سؤال متعلق بفلسفه العقيده. ما معنى ان الدعاء والقدر يتصارعان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا امه مسلمه قدريه. قال الله في سورة الأحزاب: وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان ذلك في الكتاب مسطورا بالطه. والإيمان بالقدر كما نعلم جميعا الركن السادس من أركان الإيمانيات. في قضاء مبرم وفي قضاء معلق.
القضاء المبرم ده يعني لا يبدل القول لدي حضرتك. الله كتب في الأزل وقدر ملامحك، خطواتك، أكلك، شربك، زواجك، إنجابك، أجلك، كل ده لا تغيير فيه. في معلق: فسبق في علم الله أن عبدي فلان يقدر عليه كذا إلا إذا قال دعاء أو فعل قربة. هو بقى ده يبقى القدر والدعاء يتعالجان، لكن إن شاء الله القربة طبعا مع الأخذ بالسبب بترد القضاء، بس بأكد المعلق وليس المبرم. ولذلك الناس فهمت خطأ في حديث صلة الأرحام: من أراد أن يؤخر له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. هو هنا مش هيبارك له في أجله أنه هو مقدر يعيش 80 هيعيش 100، لا، هو يعيش 80 لكن يرزق بالبركة، ربنا يبارك له في عمره، يبقى مستمتع بوقته، مستمتع بحياته، حتى لو بأقل القليل، فهنا بقى البركة. ولذلك ربنا في آية الرزق في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ما قالش لفتحنا عليهم أرزاق. ممكن أنت يعني عفوا شخص يرزق بمال كساعي بريد يوصله لغيره، إنما هنا إيه؟ الانتفاع والاستمتاع هو ده المقصود. يبقى هنا ربنا يبارك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طب ايه هو القدر المعلق؟ ما انا قلت لحضرتك مثلاً. هي امثله في علم الله. يعني مثلا انت دعيت: اللهم اني اعوذ بك من وعساء السفر وكآبه المنظر في المال والاهل والولد. وبعدين هذا الدعاء كان في علم الله القديم الازلي ان في تقدير بس معلق، ان لا قدر الله يحصل تعطيل معين او حادث. لما قلت هذا الدعاء إما أن يصرف الله عنك السفر، وإما أن الله ينجيك من الحادث، وإما أنه أصلا ينسخ هذا الحادث، لأن ده بقدر الله، لله يعني سبحانه وتعالى أن يمنح ويمنع. خدت بال حضرتك؟ فده معلق. نفرض مثلا إنسان الوالدان دعوا له وكان مقدر عليه أن يحصل له شر في هذا اليوم، وأبوه قال له مثلا يمكن عفوا كده الله يسهل لك، الله يحفظك، الله يبارك لك، ترجع سالم، بيحصل. فسبحان الله استجيب هذا الدعاء فمنع عنه أذى كان مكتوب. يبقى ده كله صور من ايه؟ من صور القضاء المعلق الذي بسببه شرع الإسلام الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. معايا حضرتك؟ طيب احنا كنا دايما نقعد نقول كده جملة درجة، يقول لك الدعاء يغير القدر، الدعاء يغير القدر، المعلق ادعو ربنا المعلق. انما قلت لحضرتك يعني عشان حديث الأرحام، يعني الإنسان لما خلاص على وشك أن يولد بيرسل الله سبحانه وتعالى ملك بأمر الله بيكتب ما قدره الله من أجله ورزقه وشقي أو سعيد. نسأل الله أن يرزقنا الخير يا رب خير. إيه هي أفضل الأعمال في الشهور رجب ورمضان وشعبان؟ شعبان رجب طبعا. شعبان رمضان إن شاء الله. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا يعني رمضان على خير وسلام. وسبحان الله يعني المناسبات والمواسم شبه متعانقة بفضل من الله عز وجل. فيعني احنا كما قلنا بنأكد بنتقدم بخالص التهاني لإخوتنا المسيحيين كما بيقولوا الشرقيين يعني الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. بعد ذلك المسلمون هيبتدوا بقى ايه مع الرجب وشعبان ورمضان، فدي فاتحة مواسم، لأن كمان بيفتح مواسم الحج بعد شوال أو بداية شوال. بالنسبة لهذه الأمور بيجمعها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها.
طبعا حضرتك دي أيام مفضلة، وأي ما نقدرش نخصص قربة من دون أخرى. يعني رجب لك أن تصوم فيه، لك أن تتصدق، شعبان في ليلة النص من شعبان. درج المصريون مؤخرا بالذات على الاحتفاء والاحتفال بمعجزة الإسراء والمعراج في 27 من رجب. عندنا مثلا شهر شعبان ابتدى بيكون التمهيد لشهر رمضان، أما شهر رمضان طبعا ده كله كوكتيل تشكيلة عظيمة جدا من الطاعات، سواء الوجدانية سواء الجسدية أو البدنية يعني أو المالية. فالقربات يعني شوف ربنا بيقول إيه، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا أنبه بقى القربات بإيه، بشيء مهم. أول حاجة أن الشعب المصري ده شعب محفوظ، أنا مش بقولها مجاملة والله، لا أعرف لا المجاملة ولا النفاق، لكن لا يتعالى الإنسان يقول لي غلاء أسعار أو احتكار. هذا شعب لن يجوع ولن يعطش، ولسه ربنا ضرب لنا كرامة في أحداث 2011، الناس استيقظت وجدت الفول والطعمية والعيش والخبز والفواكه. ما عانى المصريون لا في 2011 ولا في 30 يونيو أي ضائقة في الأشياء الضرورية، سبحان ربي عز وجل. يمكن دي بركة دعاء سيدنا يوسف عليه السلام بوحي الله، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يعني الآن الحمد لله، صحيح أن احنا بننعى على اللي بيرفع الأسعار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق على أمتي فاشقق عليه. الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، من احتكر على الناس طعامهم وأقواتهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. مع ذلك بفضل الله بتجد الأسواق رائجة. هيقول في تضخم، في أرزاق أخرى، يعني أشياء مش بتقديرك، هو بتقدير إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فسبحان الله العلي العظيم، الناس بتأكل وبتشرب وبتلبس كلنا من زمان على فكرة. يعني أنا أذكر لك وأنا طالب، ما أنا عصرت حرب 67 والحمد لله برضو كنا نأكل ونشرب، وعصرت حرب 1973 وخالي كان شقيق والدتي، كان ضابط في القوات المسلحة وكان أخي أيضا في القوات المسلحة، ما وجدنا. فالحمد لله قصدي أقول لك أن نبشر الناس، وأنا بحذر اللي بيروجوا إشاعات ويعملوا اليأس والقنوط إنه لا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون، لكن نقول اللهم خفف عنا الغلاء واصرف عنا الوباء، واللهم لا تمنع عن مصر قوتا ولا تحجب عنها ماء، واجعل لنا بركة في معيشتنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. مولانا نورت وشرفت، بارك الله فيك، ويعني زدتنا الحقيقة يعني كما اعتدنا، بارك مش عارف الله. اشكرك ازاي، ربنا يخليك لنا مولانا، كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريم استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر. انا عجبتني جملة لطيفة جدا سمعتها من كام يوم كده، احنا ما بندفعش الصدقة عشان معانا فلوس، لا احنا بندفع عشان عايزين فلوس. ادفع الصدقة يقوم ربنا يزيدك، فهو يخلفه. صدقات وإطعام الطعام، نعم. شوف بقى دي عند ربنا عاملة ازاي وفي هذه الأيام بالذات اليومين دول، نعم. شدوا حيلكم من هنا لحد نهاية شهر رمضان إن شاء الله، وشوف البركة والخير والرزق اللي هيعم عليك وعلى الكل إن شاء الله. قولوا إن شاء الله إن شاء الله. لحد كده هتخلص الحلقة، ثواني يكون موجود معنا حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. رجائي رمزي، رجائي، خلي بالكم رجائي مش أخو كريم بس، هم إخوات وحبايب برضو، يعني باين حتى من الهيئة هتلاقي رجائي ما شاء الله أطول واحد فينا. ربنا يديله الصحة يا رب. رجائي رمزي زميل العزيز يكون موجود معاكم حالا، ورقم 10. أما احنا فلو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.